مفيش أهم من رغيف العيش، مفيش أهم من لقمة عيش الناس اللي قررت الحكومة. يعني هم بقالهم يومين بيمهدوا، بس هل يمهدوا في يومين وياخدوا القرار في دقيقتين؟ النهاردة خرج رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وأعلن أنه بداية من شهر يونيو، بداية من بعد بكرة، النهاردة 29/30/31، بعد يومين من النهاردة سعر رغيف العيش هيبقى بعشرين قرش بدل 5 قروش. وقال كمان ان رغيف العيش ده ما اتحركش بقاله اكتر من 30 سنه، وده طبعا حمل كبير وعبء كبير جدا على الدوله. تعالوا نسمعه. موضوع الخبز المدعم. وهذا الملف انا عايز اقول لحضراتكم، لم يتم تحريك سعر الخبز المدعم منذ اكتر من 30 سنه. منذ اكتر من 30 سنه لم يتم التحرك في هذا الموضوع. على مدار ال 30 سنه سعر الخبز تضاعف، مش عايز اقول كم مره، يمكن عشرات المرات منذ يعني او عده مرات منذ وقت ما كان من اكتر من 30 سنه كان سعره قد ايه على الدوله، والنهارده وصل لسعره قد ايه. وبالتالي الكلام ده حمل الدوله اعباء ماليه اصبحت متزايده بصوره كبيره جدا، وبالتالي كان كل هدفنا ان احنا مجرد نقلص هذا الدعم بصوره قليله. وبناء على هذا الكلام اتخذ مجلس الوزراء النهاردة قرار برفع سعر الرغيف الخبز المدعم إلى 20 قرش اعتبارا من بداية الشهر. وطبعا لأن الكلام ده كلام الدكتور مصطفى مدبولي فلازم يتراجع، لأن التصريحات دايما ما بتبقاش دقيقة قوي. موقع ما تصدقش رد على الدكتور مصطفى مدبولي وقال إن الكلام اللي انت قلته يا دكتور مصطفى ده غير دقيق. قالوا إن الكلام غير دقيق وبيحتاج لتوضيح. لم يرفع سعر رغيف الخبز البلدي المدعم بشكل مباشر منذ عام 1988، لكنه ارتفع أكتر من مرة بشكل غير مباشر عن طريق إنقاص وزنه. انخفض وزن الرغيف البلدي المدعوم الماو الأكثر انتشارا من 150 جرام إلى 130 جرام في بداية التسعينات بنسبة استقطاع 13% من وزنه بحسب موقع مدى مصر. وخفضت الحكومة وزن الرغيف من 130 جرام ل 120 جرام سنة 2014، وبعد كده خفضته تاني في 2016 ل 110 جرام، وفي 2020 خفضته مرة تانية ل 90 جرام، لتصل نسبة تخفيض وزن رغيف العيش بين 2014 و2020 31%، وده حسب بيانات وزارة التموين. وأدى هذا الانخفاض إلى انخفاض حصة المواطن اليومية من الخبز المدعوم خلال آخر 10 سنوات من 650 جرام إلى 450 جرام. وجاءت تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي على خلفية قرار الحكومة اليوم 29 مايو برفع سعر رغيف الخبز المدعوم وزيادة 300%. يعني بصراحة والله من غير ما نروح لما تصدقش، ولا من غير ما نروح لصحيح مصر، ولا من غير ما ندور حتى، أي تصريح بيقوله الدكتور مصطفى مدبولي هو تصريح مش دقيق. مش هقول تصريح مضلل، لا، هقول لك تصريح مش دقيق. الورق ورقهم، والدفاتر دفاترهم، والأرقام أرقامهم، محدش بيراجع وراهم. وطالما كل واحد من دول عنده 20-30-50 ألف لجنة بتسقف له وبتهلله وبتقول له برافو واللي انت بتعمله ده حلو، مش هنخلص. أنا بس والله أنا قلتها في بداية الحلقة، في ناس كتير في مصر فكرة إن الرغيف يبقى ب20 ب25 ممكن ما يفرقش معاها. مش ممكن، أكيد ما يفرقش معاها. عندك ناس، عندك نسبة، عندك شريحة، وما بتكلملكش في شريحة مرتفعة يعني قوي في المستوى، في شريحة ده، لكن في شريحة تانية لا، ده أنت كده ضغطت عليهم قوي، ضغطت عليهم قوي لما ترفع لهم سعر السلعة، أرخص سلعة عايشين عليها. ده الناس بتروح تجيب بجنيه عيش وبخمسة جنيه فول وتعشت. الناس دي النهاردة أنت بتقول لها أبو جنيه ده ما ينفعكيش، لأن العشرين بقوا 5، فلو بجنيه 20 رغيف كانوا هم دول اللي بيكفيهم، فمطلوب منه أنه يزود 3 أضعاف على الأقل عشان يقدر أنه يعيش. إزاي كده؟ إزاي بتعملها كده؟ إزاي الناس دي هينة عليك؟ دورك أنت يا حكومة أنك تبص للفئات الأكثر احتياجاً والأكثر فقراً. الحكومة برضو اللي تقول لك لا، يعني انا تعبت اعباء ماليه، ما تاخدي اجازه، خدي اجازه وخلي حد قد الشيله هو اللي يجي ويشيل، ريحوا انتوا.
وإن كان اللي هيجي مكان الحكومة الفاشلة دي، وخلوا بالكم بس افتكروا، نرجع كده بالذاكرة لورا شوية، من 4 5 شهور قلت لكم الحكومة دي هتمشي، والحكومة دي ماشية، والحكومة الجديدة ورقها في درج المكتب. القصة كلها إن في قرارات صعبة، قرارات صعبة هيتم اتخاذها، فلازم الحكومة الوحشة هي اللي تشيل ذنب القرارات الوحشة دي. بس الحقيقة أنا كان كل تفكيري وكان كل دماغي رايحة بس للتعويم والتحرير سعر الصرف والبيع رأس الحكمة والحديث عن رأس جميلة، كان هو ده تفكيري بصراحة، إن دي أقصى حاجة ممكن يعملوها. لكن ما أعرفش إن هم بضغطة ده يا دوب ده الصندوق النقد مسك إيديهم كده بس، ضغطة صغيرة، ارفع لي الدعم تدريجي عن الخبز، ارفع لي الدعم تدريجي عن الكهرباء. وبالمناسبة موضوع دعم الكهرباء ده مشكوك فيه، عشان بس نبقى متفقين، دعم الكهرباء ده مشكوك فيه، ويعني أكيد هنفتح الملف ده معاكم، هل الكهرباء في مصر مدعومة ولا لأ؟ ده كلام محتاج يعني إيه مراجعة. الوقود مدعوم، ده كمان بتقول إن أنت هترفع الدعم عنه مرة واحدة. امتى بقى؟ شهر 6، ده كمان عشان يبقى شهر الصفحات، صفحات كده على وجه المصريين، ولا هتأجله ل7 ولا هتعمل ايه؟ لكن الأكيد إن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي إلى زوال، خلاص ميعاد إقالتها قرب قوي 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 قوي. حرروا سعر صرف، بيرفعوا الدعم، بيبيعوا أراضي، مش ناقص حاجة تانية، عملوا المطلوب منهم وكفاية عليهم قوي كده. هل الناس في مصر الغلابة اللي لسه كنت بقول لكم بيقفوا بيروحوا كده على المخابز؟ والله العظيم أكتر من حد كان يبعت لي المعاناة يقول لي إحنا بنجيب الرغيف أبو 5 قروش ده بلا كرامة، المخبز بيفتح الساعة 9، الناس دي بتروح من الساعة 7 تقف قدام باب المخبز ومسستمين نفسهم، كل واحد عارف دوره وعارف مكانه، يقف 2 ساعة يروح يشتري طلبات ويرجع ياخد دوره، عشان لما المخبز يفتح الساعة 9 يبقى حاجز دور، يقف في الطابور 2 و3 ساعات عشان بجنيه عيش، عشان معوش انه يجيب الرغيف ابو جنيه. فانت النهاردة بتقول له هتتذل الذل ده كله وهديك 5 ترغيفة مش 20 زي ما كنت. دكتور مصطفى مدبولي في المؤتمر اللي اعلن فيه عن رفع الدعم قال عارف ان قبول الموضوع ده ممكن يبقى صعب، لكن لازم نعمل كده عشان ده الاصلاح الاقتصادي، عشان نكون قادرين على الاستدامه في تقديم الخدمات بصوره جيده. تعالوا نسمعه. انا نعي تماما ان ملف الدعم دائما هو ملف شائك، ويمكن يعني دائما بيبقى نعي تماما انه بيبقى بيلقى عدم قبول، ولكن لازم ان احنا كلنا في اطار الاصلاح الاقتصادي للدوله ان احنا نعرض الموضوع بمنتهى الشفافيه والوضوح، علشان نبقى عارفين كويس ان قدرات الدوله المصريه قدرنا ان احنا على مدار العامين الماضيين نتحمل اقصى قدر ممكن، ولكن النهارده لازم ببساطه شديده وبهدوء وبتدرج نبدا نتحرك في بعض السلع والخدمات علشان نكون قادرين على استدامه تقديم الدعم وتقديم هذه الخدمات بأفضل صورة ممكنة للمواطن المصري. نفسي أفهم بجد إيه هي الخدمات، نفسي أفهم إيه الخدمات اللي بيقدمها الدكتور مصطفى مدبولي، واللي شايف إننا لازم نرفع الدعم عشان نقدر إننا نكمل. ده اللي نفسي أفهمه. هل أنت بتعتبر رغيف العيش اللي بتقدمه للناس دي خدمة؟ هل المواصلات في مصر دي خدمة؟ يعني شوف أي مواصلة بره في أي مكان تاني عامل إزاي، ده أنت كأنك رايح رحلة راكب أتوبيس سياحي في أي بلد تاني. هل المستشفيات بالمستوى ده أنت بتقدم خدمة؟ أنت قصيت عشان ديونك اللي أنت السبب فيها، عشان المونوريل، عشان يبقى عندنا مونوريل وعندنا عاصمة إدارية جديدة وعندنا أطول برج وأطول ساري وأطول كنيسة وأكبر معرفش بحيرة، أنت استلفت عشان ده مش عشان الناس. لو كم الديون اللي تم اقتراضها دخل في المنظومة الاقتصادية المصرية ما كانش وصلنا لده أبدا. ويطلع الدكتور علي مصلحي ويقول لك 5 ترغيفة بجنيه، ده ببلاش، ببلاش يا جدعان. تعالوا نسمعه. بالتالي لازم الأمور تبقى واضحة. النقطة الثانية وهي الهامة، ودولة رئيس الوزراء وجه لها لترشيد الدعم، الموضوع مش ترشيد للمواطن، احنا بنتكلم على 5 ترغيفة بجنيه.
متأسف يعني جنيه، يعني خمس ترغفة بجنيه يبقى برضو ببلاش، نتيجة هم حقهم 6 جنيه وربع، فهي خمس. أنا مش بكذبك خالص، أنا أول كلمة قلتها قلت الرغيف ب20 قرش، خمس أرغفة بجنيه عند قطاع عادي، سعر رخيص، سعر ببلاش زي ما هو بيقول. لكن السعر ده عند على الأقل 32 مليون مصري كتير، عشان احنا عندنا 32 مليون مصري فقراء، 35 مليون كمان. لما تطلع آخر إحصائية بتاريخ 22 ديسمبر 22 عن الفقر في مصر ويقول لك وصل نسبته 32% تحت خط الفقر، فأنت على الأقل السعر ده يفرق مع 32 مليون، ده رقم كبير، رقم كبير، إزاي مستهونين بيه؟ يعني الحقيقة. ويكمل كلامه ويقول لك إن الدولة بتتحمل تكلفة إنتاج الخبز بأكتر من 80%. تعالوا نسمع. قلت أنا في 2006 كان بخمسة صاغ والتكلفة 20، يعني كان الدعم يمثل 25% من القيمة. النهاردة لما حضرتك تشوف ال 20 قرش على 125 يمثل 16%. يعني إذا زمان كان المواطن بيدفع أكن كان يمثل 25%، يعني كأنه بيدفع 75، الدولة بتدفع 75%، النهارده الدولة بتدفع 84% من التكلفة، نتيجة ال 20 قرش قصاد ال 125 تمثل 16%، ال 5 سهم قصاد ال 20 قرش اللي كانت التكلفة حقيقية تمثل 20%، إذا لا يزال الدعم أزيد مما كان نسبيا من قبل. قلت أنا طيب ما احنا بنتكلم على دولة، ليه يعني انت دلوقتي يعني هنسمع بس الفيديو اللي جاي، هو بيقول لك ان الناس بتستهلك اكتر من اللي بتاخده، عشان الناس بتجيب عيش من اللي هو المدعوم ابو 5 قروش بتنشفه وبتاكله للبط. الكلمه دي يا ناس قد ايه منتشره، وكان هو الاوردر جاي كده، احنا هنقول الناس بتجيب العيش ابو 5 قروش بتبيعه للبط، فهو قال لك دي بتاخده تنشفه وبتستخدمه وبتبيعه علف. قال له اسمعه كمان مهمه جدا، والسادة المشاهدين سامعيني وانتوا عارفين، الناس بتستهلك اكتر ما هي بتاخد. ليه؟ نتيجة مفيش حاجة بخمسة ساعات، وحضراتكم عارفين الناس بتنشف العيش وتبيعه في العلف، حضراتكم عارفين ان الناس بتنشف العيش نفسها او الكسر او كذا او كذا وبتاخده من المخابز باغلى بكتير جدا من ما هو كعيش. اذا هذه الممارسات بتؤدي الى حاجتين، زيادة استهلاك العيش، نزيف في الموازنة العامة للدولة، ومن ثم تأثير سلبي على الناتج الاقتصادي الكلي. ده كمان مهمة جدا. لا هو أنا ما أعرفش والله، أنتوا اللي بتقولوا واللجان بتاعتكم بتقول، أنتوا اللي بتتكلموا على موضوع إن العلف بتجيبوه بتنشفوا، الناس بتجيب أسفة العيش بتنشفه وبتبيعه كعلف أو بيأكلوا بيه البط عندهم، دايما دي الكلمة اللي يعني إيه اللي منتشرة قوي. طيب هو يبقى الحل ان انا اجوع الناس كلها، ولا اعمل رقابة على العيش، اعمل رقابة على الناس اللي بتشتري العلف من البيوت من خلال العيش المجفف؟ يعني دور الدولة انها تعمل رقابة، مش ان في واحد بيغلط فانا اعاقب الكل، عندي مواطن مصري غلط فانا اعاقب 32 مليون. مش منطق يا دكتور، مش منطق. لو انت مقتنع بالكلام اللي انت بتقوله، بس انت مش هتحس، انت مش هتحس الضربة دي توجع الناس ازاي، انت مش هتحس بيها، عشان كده انت الكلام طالع معاك ببساطة وليونة وسهولة. الناس من رغيف العيش اتوجعت وهتتوجع، ومحدش عارف الوجع ده ممكن يروح لفين. بس الحقيقة اشهد انتوا قلبكوا بقى جامد، حاولتوا تعملوها في القرض القديم ولمحتوا، والناس لما ضجت بالخبر رجعتوا في كلامكم. المرة دي قلبكوا جامد. أنا فاهمة إن مش موضوع جمدان قلب، أنا فاهمة إن السكينة على رقبة. القرض مش هتاخد الدفعة الجديدة غير لما تكون مسوي أمورك. عارفة إن الخبطة جاية جامدة المرة دي. وطبعًا طالما كله في صالح المواطن يبقى استحمل يا مواطن وحط لسانك جوه بقك، وده مش كلامي، ده كلام الدكتور علي مصلحي.
انا مش عايز اصعب الامور، الامور بسيطه جدا والناس سامعينها ان ما تم عمل النهارده. انا بقول نمره واحد حتى يستمر الدعم، نمره اتنين هو حتى هذه اللحظه ازيد مما كان عليه في 2006 و2007، نمره ثلاثه كله في صالح المواطن حتى يمكن حسن استخدام وتقليل الفاقد من العيش البلدي. كده سمعنا مصطفى مدبولي وسمعنا الدكتور علي مصلحي، يبقى ناقص المستشار محمد الحمصاني، عشان كده الشله كلها تكون خرجت واتكلمت. اصل القصه دي ما تخصش محمد معيط في حاجه، دي مجلس وزراء ووزاره التموين. يطلع المستشار محمد الحمصاني ويقول ان الزياده دي هتوفر تغطيه جزئيه قد كده من الانتاج المرتفع من غير ما تمثل عبء شديد على المواطن. هو من وجهه نظره ان زياده 300% دي مش هتكون عبء على موازنه حضرتك او ميزانيه حضرتك. تعالوا نسمع. نحن نتحدث عن زياده محدوده في سعر رغيف الخبز المدعم، تلك الزياده المحدوده سوف تمثل تغطية ولو بسيطة لقدر من التكلفة، ولن تمثل إن شاء الله عائق كبير على كاهل المواطنين. يعني بصراحة أنا مش عارفة هم مش شايفينها إزاي زيادة ومش شايفينها ضغط على المواطن. بتقول له الحاجة اللي كنت بتشتريها بخمسة بقت بعشرين في يوم وليلة، ازاي شايفها ان هي ما تأثرش عليه؟ هي تأثر جامد وما تحلش مشكلتك. بالمناسبة هي لا تأثر، هي هتأثر على المواطن وكمان مش هتحل المشكلة بتاعتك. فيها ايه لما الدولة تتغاضى شوية عن الكباري وعن القطارات اللي بالكهرباء وعن القطارات المعلقة، ده بند واحد من الانفاق، وعن ملكات السماء، ويهتموا بالمواطن بتاعها؟ متهيألي أولى. لا مش متهيألي، متأكدة إنه أولى إن المواطن يبقى عايش بكرامة أحسن له وأحسن لكم كبلد على الأقل، عشان لما تخرجوا منها بعد كام أسبوع ولا كام شهر على أقصى تقدير ما يبقاش الشتائم عنيفة. يقول لك والله الوزارة دي أهي جت في آخر أيامها وكانت رحيمة بينا، لكن أنتوا ذبح بتذبحوا في الناس وكأنه أمر. يلا خلصوا لي الكلام ده عشان ميعاد تغييركم حان دلوقتي. عندنا فيديو كمان برضه هو نفس المتحدث لرئاسة الجمهورية الحمصاني بيقول إن احنا بندرس تحويل دعم السلع لدعم نقدي يقدر المواطن إنه يحصل عليه شهرياً. هناك عدة مقترح، هذا المقترح يطرح من قبل العديد من الخبراء، أن يتحول الدعم السلعي إلى دعم نقدي، بمعنى أن يتم تخصيص مبلغ شهري لكل يمنح لكل أسرة. فعلى سبيل المثال إذا كان الفرد سيحصل على 1000 جنيه والأسرة 5 أفراد، فإذا سيحصل على 5000 جنيه شهريا، مع إمكانية زيادة هذا المبلغ النقدي بصورة سنوية بما يراعي معدل. فهذا ومحل دراسة هناك. ده كلام حلو، ده كلام حلو، وسقف له واقول يلا. وزي ما انتوا بتعملوا كل حاجه من غير دراسه، وكان دراسه الجدوى دي حاجه عيب. اشمعنى في ده هنعمل دراسه؟ ورغم كده تمام، يلا نعمل دراسه ويلا نخطط ويلا نشوف ازاي اوصل الدعم المستحقين. انا عشان ما اديش العيش المدعومه بخمس قروش للناس اللي بتاكله للبط، انا هاخد الفلوس دي وهديها للناس اللي بتقعد مستنيه اليوم كله على ابو جنيه عيش واي حاجه يغمسوا بيها. انا موافقه على ده، نعمل ده، خلينا نعمل ده ونبدا فيه، بس ما تموتش الموضوع وما يكونش ده تصريح للاستهلاك عشان احد شويه من موجه الغضب. دول كتيره بتعمل ده فعلا، بتدي الدعم مادي بصوره مباشره. انتوا عندكم بقى تقدروا تعملوا كروت ائتمانيه مثلا للناس اللي هي مصنفه عندكم. كل ده الحكومه تقدر تعمله ببساطه جدا جدا، ببساطه وسهوله ويسر جدا، تقدر ان الحكومه تعمله وتطلع كروت بنكيه ولا كروت لمكاتب البنك اي مكان بقى،
وينزل عليه الدعم. يقدر يروح بالمناسبة كمان يقدر يروح يشتري من منافذ بيع تابعة ليكم، يشتري عيش، يشتري زيت، يشتري سكر، مش لازم حتى قطاع خاص. وإن كان طبعا القطاع الخاص أنت بتنشط وبتزود وبتعمل تنمية وبتحرك الاقتصاد بتاعك، وتبقى الفلوس راحت لمستحقيها. بس لما نيجي على حاجة مهمة زي دي ما نقولش إيه ها ندرس ها ندرس، لا، نبدأ نشتغل فيها. دكتور مصطفى مدبولي افتكر دلوقتي ان عندنا حاجة اسمها حوار وطني، وقال لك ان احنا بندعو دلوقتي بنوجه الدعوة للحوار الوطني عشان نبدأ نعمل مناقشات جادة عن تصور ازاي نحول الدعم الى نقدي. واتمنى ان كل من لديه افكار وكل من لديه القدرة على التأكيد على أهمية الفكرة انه يشارك وما يتأخرش أبدا أبدا أبدا، لأن دي حاجة في صالح المواطن. فلما نشوف ها يدعو كمان، بدأنا ها ندعي، تعالوا نسمعه. وعشان كده يمكن إحنا طرحنا إن عشان نأكد إن وجهة نظر الدولة وتوجه الدولة هو استمرار الدعم، إن إحنا نبدأ نطرح للحوار الوطني والحوار المجتمعي فكرة التحول لدعم نقدي. لأن كل الخبراء اللي سألتهم وبعد معاهم وبعد استمع إليهم، أنا بتكلم على خبراء اقتصاديين، كله بيؤكد إن لا سبيل علشان نضمن استدامة هذه المنظومة ووصولها فعلا لمستحقيها إن يكون هذا الموضوع يتحول بدل ما هو دعم عيني إلى دعم نقدي تستفيد منه الأسر المصرية المستحقة لهذا الدعم. وعشان كده تاني أنا بأكد من خلال هذا المؤتمر إن إحنا فعلا يعني بنوجه الدعوة للحوار، آلية الحوار الوطني، وكل الخبراء إن يبدأوا فعلا في مناقشات جادة جدا بتضع خطة واضحة جدا للدولة وللحكومة كيفية التحول، إذا ثبت جدوى هذا الموضوع، كيفية التحول للمنظومة الدعم النقدي بدل العين. موضوع الدعم النقدي، امبارح الدكتور مصطفى شاهين وهو ضيفنا اليوم زي ما اتفقنا معاه على الهوا كان أشار ليها وقال إنه الأفضل، بس كمان عندنا رأي آخر لازم نشير إليه رغم أنه مش رافض الفكرة، وهو الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي اللي بيقول أنه بيؤيد طبعا الفكرة بصورة كبيرة. الخبير الاقتصادي مدحت نافع بيقول أنه هو بيؤيد المقترح الخاص بالحكومة أن هي تحول الدعم العيني لدعم نقدي، لكن كمان هو بيقول في نقطة مهمة لازم ننتبه لها وهي صدمة التضخم. صدمة التضخم، هو بيقول أن ده الحقيقة بيتنافى مع الكلام اللي بيقوم بيه دلوقتي البنك المركزي. البنك المركزي عمال بيسحب فلوس من البنوك، عمال يلم السيولة اللي موجودة، بيقولك عشان أحاول أن أنا أقضي على التضخم وأحافظ على العملة وأحد من الإنفاق بصورة كبيرة. فأنت دلوقتي بتعمل حاجة عكس اللي المفروض البنك المركزي ماشي عليها، لكن مع الفكرة في حد ذاتها متفق وبيقول أنها كويسة، لكن نراعي جزء التضخم. الأستاذ سليم عزوز الكاتب الصحفي كتب بوست بيشكر فيه الرئيس السيسي وبيقول نشكر الرئيس السيسي على رفع سعر الخبز من خمسة ساغ إلى 20 قرشا لكي يكون احتفالنا بذكرى الثورة الباسلة في 30 يونيو له ما يبرره. هذه الثورة العظيمة التي حافظت على هوية مصر وكانت من الشجاعة بمكان حد وكانت من الشجاعة بمكان حد أنها لم تخشى من رفع سعر الخبز، فمن يقدر على ذلك إلا رئيس بخلفية عسكرية. إلى الأمام وربنا يقدرك على فعل الخير. طبعا واضح جدا أن هو بيسخر وشايف أن ده يكون مبرر أن الناس تنزل الشوارع بسبب ارتفاع رغيف سعر الخبز. الأستاذ مصطفى عبد السلام هو كمان اتكلم على أزمة رغيف الخبز، الحقيقة كاتب بوست طويل هقرأ لكم جزء كبير منه، بيقول فيه يظل رغيف الخبز عقدة كل الحكومات التي تناوبت على حكم مصر طوال ما يزيد عن نصف قرن، فيما أن تفكر أي سلطة قائمة أو حكومة في زيادة السعر حتى تتراجع واضعة أمام أعينها انتفاضة الخبز. وما حدث يومي 18 و 19 يناير من عام 1977 خلال فترة حكم أنور السادات. ومن هنا يطرح المواطن عشرات الأسئلة. أول سؤال، هل هذا هو الوقت المناسب لزيادة رغيف الخبز خاصة أن الأسواق المصرية تشهد حالة من الغلاء متواصلة وغير مسبوقة؟
تاني الأسئلة، ألا توجد بدائل أمام الحكومة غير تلك الزيادة في سعر رغيف الخبز التي ستضر غالبية المصريين؟ وكيف ينظر المواطن أصلا لقرار زيادة سعر السلع الغذائية؟ سؤال كمان، ألا تعلم الحكومة أن كلفة بناء البرج الأيقوني في العاصمة الإدارية الجديدة يزيد عن مخصصات دعم منظومة الخبز في الموازنة العامة للدولة لمدة تزيد عن العام؟ وطبعا بيتكلم على بقية بقى الكنيسة ومش عارف إيه وإيه وإيه، الكنيسة والمسجد والساري وإلى آخره. السؤال الرابع، أين أموال الإمارات البالغة 35 مليار دولار تمثل قيمة صفقة رأس الحكمة؟ لماذا لم تخصص الحكومة 3 مليار دولار منها لتغطية مخصصات دعم الخبز لمدة عام كامل؟ وفي ظل هذا الغلاء الفاحش من حولنا، تأتيك موجة زيادات في أسعار الخبز، الكهرباء، مشتقات الوقود، بنزين، سولار، غاز، مواصلات عامة، وافتح القوس وبيع مزيد من أصول الدولة وخصخصة القطاعات الخدمية زي الصحة والتعليم. كمان الدكتور عمار علي حسن هو كمان اتكلم على فكرة سعر رغيف الخبز، وقال إذا كان رفع سعر الوقود له ارتداد مادي على بقية السلع فترتفع، فإن رفع سعر الخبز فضلا عن آثاره الجارحة على الطبقات الفقيرة التي زاد عددها في السنوات الأخيرة فهو سيعطي إيحاء أو سيكون له ارتداد نفسي يقود إلى رفع أسعار بقية السلع. والدكتور تامر النحاس وكاتب بوست طبعا بالعامية، هو بصراحة السلطة عدها العيب وأزح، مفيش حاجة عملتها معانا إلا وعدت عادي، إيه القضية بقى إنها ترفع سعر الكهرباء وتقطعها كمان؟ إيه يعني ترفع سعر رغيف العيش؟ إيه يعني ترفع سعر الدواء؟ إيه يعني تقول لك عنصر من العناصر أو مش هقول لك ولا حاجة وإيه اللي حصل والفتحة كمان مش حافظينها؟ إيه يعني لما تبقى كارثة لو رفعت علم فلسطين في بلدك تتفتش وتتروق؟ ما كل ده عادي، ده في جزيرتين طاروا وقال لك محدش يتكلم وفعلا حصل خير، ما كله عدى وحصل خير، الناس دي مش شغالين أوانطة، الناس دي عندها يقين إن كله حصل خير وعادي، وأكيد الشعب عاشقهم في الذرة، عاشقهم في الذرة. بذمتك يعملوا لنا اعتبار بأمارة إيه؟ ده في ناس هتطلع تعتبر إن كل دي إنجازات وهيشتمونا كمان يا عم الحاج. يلا خير، تعيش الحكومة، تعيش السلطة، يحيا الاستبداد. حلو كده؟ بالتوفيق يا إخوانا. حزب غد الثورة أصدر بيان عن رفع سعر الخبز. بيحذر حزب غد الثورة الليبرالي برئاسة الدكتور أيمن نور من خطورة التوجه الحالي للحكومة المصرية نحو رفع سعر رغيف الخبز المدعوم، واللي هيؤدي إلى تحميل الفقراء وحدهم مجددا ثمن الإصلاحات الاقتصادية وتنفيذ مطالب صندوق النقد الدولي. يذكر الحزب أن هناك تاريخ طويل من الاعتراض الشعبي على أسعار الخبز، فطالما كان رغيف الخبز حاضرا في مطالب الشعب المصري سواء في ثورة 25 يناير أو تظاهرات انتفاضة 17 و18 يناير، فتاريخيا واجهت محاولات رفع سعر الخبز معارضة شعبية واسعة. حزب غد الثورة بيؤكد رفضه القاطع للمساس برغيف الخبز المدعوم الذي يمثل عصب الحياة اليومية لملايين المصريين، وهذا الرفض لا يتناقض مع موقفنا السياسي المتحفظ على منظومة الدعم العيني بشكلها الراهن. فتشهد مضابط البرلمان أنه للحزب تاريخ طويل في الاستجوابات والجهود البرلمانية والتي قادها رئيس الحزب والتي امتدت بين أعوام 95 وحتى 2005. بيؤكد الحزب بغد الثورة بحسب بيانات وزارة المالية فإن دعم رغيف الخبز والسلع التموينية يمثل نسبة كبيرة من إجمالي دعم السلع التموينية، إلا أن رفع سعر الخبز لن يكون له تأثير جوهري على خفض عجز الموازنة. وأخيرا في ضوء هذه التطورات يدعو حزب غد الثورة كافة القوى الوطنية بالداخل والخارج إلى عقد جلسة طارئة من جلسات الحوار الشعبي المصري لمناقشة هذا الملف في إطار استكمال الحوار الوطني الشعبي الحقيقي والذي ضم معظم الأطراف السياسية والشعبية في أغسطس 2022 لبحث تداعيات رفع الخبز المدعوم ووضع آليات تضمن عدم تحميل الفقراء ثمن الإصلاحات. وطبعا في النهاية حزب غد الثورة بيؤكد انه هيواصل كل الجهود من اجل دعم الفقراء في مصر.